أهلا بكم. كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية لدى وصوله إلى البلاد اليوم في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية. إن العلاقات ما بين المملكتين أكثر تلاحما ورسوخا وذلك نتيجة لما يربط عاهلي البلدين من روابط وثيقة عززتها الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في ظل اهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وقد قطعت هذه العلاقات شوطا كبيرا من التطور والنماء والتعاون على كافة الصعد والمستويات، كما يجمع البحرين والأردن سياسة وسطية انتهجتها البلدان الشقيقان مبنية على الاعتدال والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. علاقات تاريخية خاصة متجذرة في العمق وتنمو اليوم بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتنعكس هذه العلاقات الطيبة بين القيادتين على ما يربط بين الشعبين الشقيقين من أواصر الود والمحبة والتي أهلتها لتعتبر نموذجاً ومثالاً يحتذى به للعلاقات العربية بشكل خاص وبين دول العالم بشكل عام. لقد كان للزيارات المتبادلة بين القيادتين وكبار المسؤولين في كلا البلدين الشقيقين دور بارز في تعميق التفاهم وتقريب وجهات النظر والرؤى فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المنطقة والعالم في المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة الصعد. وأعطى هذا الترابط الثنائي بين البلدين الشقيقين بعداً متطوراً وشاملاً لما يجمع البلدين من تعاون في عدة ميادين، حيث قطعت هذه العلاقة شوطاً كبيراً من التطور والنماء على كافة الصعد والمستويات، فهي تشهد تطوراً ملحوظاً من حيث التعاون في الشؤون الاجتماعية والأسواق المالية والمصرفية وشركات الاتصال وخدمات البنوك، فضلاً عن العلاقات الثقافية والفنية والسياحية وخطوط الطيران. كما أن البلدين يرتبطان باتفاقيات منها التعليمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والشؤون الصحية والعلاج والرياضة والنقل الجوي والبري والتعاون العسكري والشرطي والجمارك. إن الشراكة البحرينية الأردنية ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، إنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ومن تطابق وجهات النظر. وقد تمكن البلدان من وضع الأسس المتينة لشراكة استراتيجية ونتائج مسار مثمر من التعاون على المستوى الثنائي بفضل الإرادة المشتركة لتقوية هذه العلاقات وتنميتها. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الأقمار الصناعية من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صالح القلاب. مساك الله بالخير أستاذ صالح. مرحبا يا هلا أستاذ صالح. كما نعلم أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تخطت يعني نمط العلاقات التقليدية بين الدول، بل حتى وبين الدول العربية الشقيقة. ما الذي ميز ودعم خصوصية العلاقة بين المملكتين الشقيقتين؟ يعني أولا أنا بشوف الأمور دائما في هذا الاتجاه ما بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. الآن وأنتم تتحدثون يعني تداعت ذكريات كثيرة بالنسبة لي، حتى
عندما كنا طلبة في الخارج وأنا تنقلت في عدد من الدول، كان دائما الطلبة البحرينيين والأردنيين مجموعة واحدة، دائما كنا معا مع بعضنا، لا نشعر بأنه كل واحد من دولة ثانية، كان دائما. وأنا يعني ممكن مجلدات أكتب عن هذا الموضوع، لأنه تنقلنا في مناطق في أوروبا في مناطق متعددة، وحقيقة هذا بدون مبالغة، إحنا كنا مجموعة واحدة، إن كنا كأننا من بلد واحد، العلاقات العادات الأسماء كل شيء كان حقيقة موحد وواحد. وهنا لو سمحت لي، والله أنت تحكوا تذكرت شيء مهم جدا، عندما رحل جلالة الملك حسين رحمه الله وأنا كنت موجود بالتلفزيون الأردني أتابع الأمور، رأيت الشيخ عيسى كان جالس أمام القصور الملكية، أمام القصر الملكي، قصر الملك حسين، كان يبدو أنه كان تعب شوية، تقدم به العمر، ونحن نحترمه ونقدره ونعتبره شيخنا وكبيرنا، وحقيقة إن نشعر بالارتياح لما كنا نرى عباءته وحركته وموقفه وكل شيء، وهذا ينطبق على الوضع الحالي. أتذكر وعندما كان جالس، وكان طبعا رؤساء وملوك جايين من كل الاتجاهات، هو كان جالس وأنا قلت للتلفزيون ركز لي على الصورة جيدا، طلعت ولا دموعه كانت تسيل والله، وكانت دموع تسيل، شعرت بأنه قلبي صار مش بس يخفق، شعرت إني أنا بالبحرين، شعرنا إنه إحنا شعب واحد وإحنا جهة واحدة. غير هيك، أنا أتذكر حتى في الكليات، في الكلية العسكرية الأردنية كان عدد كبير من الطلبة حقيقة البحرينيين، عدد كبير في الجامعات، في الجامعات الموجودة، عندما كنا في الخارج في اتحادات الطلاب كنا دائما مع بعض، كنا دائما مع بعض في اتحادات الطلاب. نتمنى نعم. أن يكون كل العرب حقيقة قلوبهم عند بعضهم كما هي قلوب البحرينيين مع الأردنيين، إحنا شعب واحد، نشعر نعم. أن واحد، عاداتنا واحدة، تقاليدنا واحدة. أنا عندما كنت أمشي شايف في 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 العاصمة البحرينية بمشي كأني ماشي بعمان، أشوف الناس، يعني هذا التداخل الموجود، هذا التداخل حرصنا عليه وسنحرص عليه وسنبقى نحرص عليه، لأنه هذه العلاقة علاقة أبدية. اليوم أنا كنت أعرف أن جلالة سيدنا الملك عبد الله بن الحسين ومع ولي العهد داخله، أنا أني أعتبر شيء عادي هذا، أنا لم أسأل لماذا ذهب جلالة الملك ومع ولي العهد إلى الدولة الشقيقة البحرين، مملكة البحرين، أنا ما بسأل، لأنه شيء عادي بالنسبة إلي أنه جلالة الملك يذهب إلى البحرين. وأيضا أنا أشعر أنه شيء عادي عندما أرى أيضا جلالة الملك البحريني يكون في عمان، هذا شيء عادي، أو يلتقوا في عاصمة عربية في مناسبة عربية. الحقيقة أنه إحنا هذا التداخل الموجود قديم جدا، يعني ممكن هذول الشباب اللي الآن بالفترة هاي لا يعرفوا، عندما كنا بالجامعات كنا اتحاد طلاب واحد مع بعضنا، كنا نتعاون مع بعضنا، موجودين مع بعضنا، هذه هي العلاقة التاريخية التي يجب أن نحرص عليها وسنحرص عليها. وهذا اليوم يوم سعيد إنه جلالة الملك عبد الله ومع ولي العهد موجود عند أشقائنا وأخوتنا وهو في بلده. نعم، يعني كما تفضلت هذه العلاقات التاريخية وهذه
العلاقات يعني التي تمتد بجذورها الحقيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، ونفس المشاعر التي تحملها حينما تزول المنامة يحملها البحرينيون سواء كانوا في زيارات للسياحة أو العلاج أو الدراسة في العاصمة الأردنية عمان، أو حتى لزيارة الأهل كما تعلم، لأن يعني البلدين والشعبين متداخلين. رغم كل ذلك، من وجهة نظرك وفي ظل الظروف يعني السياسية والاقتصادية العالمية التي تمر بها المنطقة الآن، ما أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين؟ يعني احنا نعرف انه الوضع العربي الآن يواجه تحديات كثيرة وفي كل المناطق. يعني هناك اخوتنا في الخليج العربي ومملكة البحرين أساسية ورئيسية في هذه المعادلة، حقيقة يواجه تحدي كبير، واجه تحدي من الجيران الذي من المفترض أنهم أخوتنا. نعم. وهذا التحدي واضح في اختراقات موجودة في دول عربية كثيرة من قبل إيران. خليني أنا دائما أحكي بصراحة، هؤلاء إيران يجب أن تكون دولة شقيقة إحنا وياها على أرضية واحدة، في مستقبل واحد، في اتجاهات واحدة. أنا كنت من أول الواصلين لما صارت الثورة 79، وحقيقة لي أصدقاء كثر من الإيرانيين، وكنا نشعر بأنه هذا التغير العظيم راح يكون في سند للأمة العربية. للأسف اللي صار هو العكس والمستمر حتى الآن. ولذلك نقول الآن هنالك حقيقة في تحدي كبير بمنطقة الخليج العربي، وفي مخاوف كثيرة أيضا. وهؤلاء اللي نعتبرهم أخوة وأشقاء إن وإحنا يجمعنا فيهم تاريخ طويل، وهذا التاريخ الطويل مكلل بالدين الإسلامي العظيم. ولذلك حقيقة إنه هذه اللقاءات مهمة جدا، وهذه اللقاءات هي تضعنا على أرضية واحدة. وحقيقة من ينظر إلى مملكة البحرين بعين الغضب، إحنا بالأردن كل عيون الأردنيين تنظر له هو بعين الغضب. ولذلك إحنا نعتبر هذا جزء منا، هذا البلد وكل حقيقة ودول الخليج الثانية الأشقاء الآخرين. إحنا عندما أنا أتحدث كمواطن عادي، وحقيقة جلالة الملك عبد الله ابن الحسين أطال الله عمره هو يمثلنا ويمثل ضمائرنا وتوجهاتنا عندما يذهب إلى هناك. هذه بأرضنا وبلدنا، وحقيقة يجب أنه ندافع عنها بكل ما نملك. وهذا هو وضع الخليج الآن، في تحديات كبيرة على الخليج. يجب أنه نقف في وجه التمدد الإيراني. بدنا إيران تكون دولة صديقة، بدنا إيران تكون دولة شقيقة. إحنا وياها يجمعنا الدين الإسلامي، تجمعنا التاريخ، تجمعنا هذه العلاقات المهمة. أما أنه يكونوا بالطريقة الهاي يخترقوا هاي المنطقة، يخترقوا العراق، وامبارح ضربوا 8 صواريخ أو 9 صواريخ على العراق. يا أخي ليش تضربوهن على بغداد؟ أنتوا تقولوا بدكم تحاربوا الأمريكان، فيكم تحاربوهم بمكان ثاني، ليش تقصفوا بغداد؟ أنتوا تضربوا أطفالنا، تضربوا نسائنا، تضربوا بيوتنا عندما تضربوا بغداد. أيضا نفس الشيء الاختراق الموجود سوريا، الموجود بلبنان، اللي موجود باليمن. هذا هو. ولذلك احنا يجب ان ضمائرنا كلها وقلوبنا كلها مع في المنامة، وايضا في عواصم الخليج العربي كلها. لانه هذا وطننا، وهي ارضنا، وهذا شعبنا، وهذا اهلنا. ويجب ولذلك اليوم احنا يعني لا نسأل لماذا راح جلالة الملك عبد الله ومع ولي العهد الى المنامة. شيء عادي أنه يذهب جلالة الملك إلى المنامة. يعني أنا أعرف، والله أنا جولت حتى في المنامة وأكثر، وتغديت عند أكثر واحد، وتعشيت عند أكثر من واحد. أنا الشيء اللي أنه هؤلاء الناس اللي أراهم أنا مسؤولين كبار كانوا حقيقة
بالكليات العسكرية الأردنية رأيناهم وشفناهم وزاملنا معهم وهم أخواننا وأهلنا. ولذلك هذا شيء عادي إحنا نراه، ونحن مع المنامة ومع الشعب البحريني في كل شيء في كل شيء، وهذا ينطبق على دول الخليج العربي كلها. هذول أهلنا، لا يمكن إنه واحد عنده ضمير إنه إيران بدها تتعدى على أي دولة عربية في هذه المنطقة. وهي نفس المشاعر التي يكنها البحرينيون للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وشعبا وأرضا. أستاذ صالح، صحيح. لطالما تميزت السياسات الخارجية والمواقف الدولية للبلدين الشقيقين بالاعتدال، بالوسطية، بضبط النفس، بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، بالانفتاح على كل دول العالم، من وجهة نظرك ما هي أبرز القواسم التي يعني يتشارك فيها البلدين في السياسات الخارجية تحديدا؟ شوف، أهم شيء هو موضوع الوجدان. الوجدان واحد. ولذلك أنا عندما تحدثت لما كنا طلبة وبالخارج وكذا رأسا نلتقي، لأنه الوجدان واحد، وكنا دائما نتشارك في أمور كثيرة لأن الوجدان واحد. ولذلك إحنا عندما يذهب جلالة الملك ومع ولي العهد أو أي واحد منا ويكون بالمنامة ويتجول في الشوارع، يرى أهله، يرى أخوانه كأنه موجودين إحنا في عمان أو في الكرك أو في الزرقاء أو في الصلب أو في إربد. إحنا عندما نكون بالمنامة كأننا أيضا في الأردن، بمدن الأردن، لا نرى حالنا غرباء. ونفس الشيء أنا بعرف أنه نفس الشيء، يعني أنا أعرف أنه كثير نلتقي في الشوارع وفي المطاعم وفي اللقاءات وفي المكتبات أيضا مع إخواننا، عادي يتحركوا كأنه بعمان، كأنه موجودين بالمنامة، يتحركوا في بلدانهم وفي شوارع. ولذلك أنا اليوم عندما أرى جلالة الملك ومع ولي العهد في المنامة كأنه رايح إلى إربد أو كأنه رايح إلى الصلب أو كأنه رايح إلى الكرك. هاي أرضنا وأهلنا وإخواننا وبلدنا وترابنا وهوائنا ومياهنا وكل شيء هذا موجود هناك، نشعر بأنه جزء منا. والله أنا كنت في المغرب وكنت في مؤتمر مهم في المغرب في أصيلة، رأساً شفت حالي وإني جالس بجنب أحد الإخوان، أنتوا تعرفوه طبعاً، وكانوا كنا بالإعلام رأسا الموجودين كثيرين عرب وغير عرب موجودين، بحثت عن مكان وجلست بجنبه وطلع شافني وأنا أنا. هذا هو الوجدان، علاقة الوجدان في صح مصالح مشتركة وفي عمل عسكري مشترك وعمل أمني مشترك وقضايا اقتصادية مشتركة وفي قضايا. الأهم من هذا كله أنه يجمعنا الوجدان الداخلي. رأسا تدمع أن أنت تكون ماشي بشارع بلندن بتشوف واحد كيف يحكي لاجته عندها رجز ولا بأي مكان آخر، أنا بروح عليه أسلم عليه وكذا، وأنه الأخ وشو يعمل ونشوف نروح نتغدى مع بعضنا بدون ما نعرف مع بعضنا. هذا الوجدان، هذا هو العمل. أنا لما أشوف كتاب، لو سمحت أشوف كتاب بمكتبة موجود عليه الاسم، إذا كان هذا الاسم هو اسم واحد من إخواننا البحرينيين رأسا بشتري الكتاب بدون ما أشوفه، رأسا أشتريه وأفتحه لأني بدي أجد في هذا الكتاب الوجدان المشترك اللي إحنا حريصين عليه. نعم أستاذ صالح، كما تعلم ميزان التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى حوالي يقارب 100 مليون دولار، ويمكن لهذا يعني هذا المبلغ أن يتضاعف حتى بوجود اتفاقيات اقتصادية. أيضا الاتفاقيات المشتركة بين البلدين حوالي 16 اقتصادية عفوا اتفاقية، لعل أبرزها ومن أقدمها الاتفاقية الإعلامية الثقافية التي وقعت في العام 71 والاتفاقية الاقتصادية التي وقعت في العام 75. كيف تجد يعني التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية الإعلامية والثقافية وما إلى ذلك؟ شوف، هذا شيء عادي والله لا يفاجئنا، وعكس هذا هو الذي يفاجئنا. أنا يجوز مش تبع اقتصاد ولا تبع تبادل تجاري، أنا إنسان وجداني، بحس أنه إلى جانب وجدان أي واحد
من مملكة البحرين، وأنا ماشي بالشارع وأنا أقرأ في كتاب، وحقيقة أنا متابع للقضايا الإعلامية والثقافية الموجودة ومتابعها باستمرار. طبعا لما يكون كل هذا التقارب وهذه العلاقات التاريخية وهذه المصالح المشتركة، هذه العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية أيضا والعسكرية والأمنية والثقافية والجامعات والمدارس، يعني شيء عادي أن يكون الطالب موجود بالبحرين بالمنامة أن يكون أستاذه واحد أردني، وأنه مش شيء غريب أنه أنا لما أشوف في عنا معرض تجاري أو معرض موجود أو شيء ثقافي في عمان أو في الكرك أو في السلطة أو في هذا، أجد واحد من أشقائنا البحرينيين موجود. هذا أمر إحنا نعرفه، وإحنا عشنا المرحلة القديمة المرحلة السابقة، وأنا أعرف أسماء وبديش أسمي أسماء كثيرة. إحنا لما كنا مثل ما حكيت لك لما نلتقي حتى بعواصم ثانية، شوف رايحين مع بعضنا نتغدى وإحنا ما شفنا بعضنا بالأول قبل هالمرة، هاي نسأل باللهجة بالهذا بالعلاقات اللي موجودة. والله إني أقول كل هذا الكلام من ضميري ومن قلبي، ولذلك حتى نروح على معرض موجود بالقاهرة أو موجود حتى بالجزائر أو بالمغرب في أصيلة في أي منطقة ثانية، ما تشوف إلا إنه إحنا التقينا ونبحث في الهموم المشتركة ونبحث في الهموم، نتحدث عن الهموم المشتركة. يعني بجلس معي الأخ من البحرين يسألني يجوز 20-30 سؤال الأردن، شو صار كذا، شو تغيرت كذا، وبحكي عن الجامعة والمعارض وعن الكتب وعن الثقافة وعن الإعلام وعن كل هذه القضايا. نشعر حقيقة نشعر أنه إحنا شعب واحد، والحمد لله أنه القيادات أيضا تشعر شعورنا نفسه. الحمد لله أنه اليوم لما جلالة سيدنا بيروح لهناك مع ولي العهد، أنا بشوفه أمر عادي وأنت تشوفه أمر عادي. صحيح. نعم أستاذ صالح، يعني كما تعلم كان عاهلا البلدين عضوان في القمة الثلاثية اللي استضافتها دولة الإمارات العربية الشقيقة مؤخرا، ما أهمية ترسيخ هذه العلاقات في ظل كما تعلم التطورات الدولية الحالية؟ والله شوف، أنا توقفت طويلا عند هذه القمة التي حصلت. نعم. وأنا ما شفتها أنه مستغربة على الإطلاق أبدا، لا مش مستغربة لا على الإطلاق. أنا شفت أنه هذا شيء عادي أنه تلتقي قادة هذه الدول الثلاثة، وفي الإطار العربي عمرنا ما حاولنا نعمل محاور خاصة فينا، لأننا أيضا في قضايا مشتركة بالنسبة لنا بالنسبة لهذه الدول، ولكن في الإطار العربي أبدا ما كان هو محور ضد أي اتجاه عرب، وخاصة هذه الدول طابعها الطابع اللي عندنا، الطابع هو طابع مريح، طابع ما في محاور ضد جهات ثانية. وهذا اللقاء لما يصير ثلاثي هو شيء حقيقة أشعر أنه هذا بيت واحد وهذا موقع واحد وهذا أرض واحدة، وهذا هذه أمور مشتركة نبحثها كما عائلة واحدة موجودة بالمنامة أو موجودة أيضا في أي عاصمة من هذه العواصم الثلاثة تلتقي. هذا حقيقة أنا اللي أشعر. نعم. وأنه يبحث كل شيء، يبحث القضايا الرئيسية والاقتصاد والوضع العسكري والوضع الأمني وكل القضايا أيضا، وممكن بيسألوا شو طبقت اليوم، شو عملتوا، أكل بدنا نأكل مع بعضنا. شايف كيف؟ هذا المهم، القرب بالوجدان، القرب داخلي. وأنا اليوم لما يكون سيدنا موجود هناك ومع ولي العهد أبدا، أنا أشعر كأنه رايح وأنت تشعر كأنه رايح على السلطة، وكأنه رايح على إربد. هذه بلدنا وهذول أهلنا، والتراب الموجود ترابنا، والهواء هوانا، والكتب الموجودة يقرأها الطلاب المدارس هي كتبنا، وكتبهم أيضا نقرأها هنا. و
ولذلك هذا الوجدان الموجود، التلافي الموجود، هذا تلافي تاريخي طبيعي متسلسل من فترة طويلة. وأنا لما كل مرة أحكي لك أقول لك والله لما كنا بالجامعات، لما كنا بالجامعات ونلتقي أن الطلبة دائما البحرانيين مع الأردنيين يلتقوا، وكانوا بدهم يسووا اتحاد طلاب واحد مع بعض. نعم، جميل حقيقة هذا الوصف، يعني الوجدان الذي وصفت به العلاقات بين البلدين والشعبين. يعني هل هذا، يعني هذا الشعور المتبادل هو المنطلق الذي من خلاله تصل العلاقات والتعاون والتنسيق خاصة في السياسات الدولية إلى مرحلة تكاد توصف بالتكامل ويعني التطابق حتى في مختلف القضايا الدولية؟ بالتأكيد هذا، والعربية أيضا والعربية أيضا. يعني أنا لما حكيت قبل شوية عن موضوع التحدي اللي جينا من جهة الشرق، اللي جينا من دولة كان يجب أن تكون إلى جانبنا، لأنه إحنا عندنا في قضايا حقيقة قضايا ملتهبة كثيرة عندنا بمنطقتنا العربية. وأن لما يجوا هذه الدولة وتحاول تعمل اختراقات، يعني لما يجيبوا صواريخ يضربوها على بغداد، وإحنا بالنسبة إن بغداد ذكريات من عند هارون الرشيد وقبل ذلك وبعد ذلك، وبغداد بالنسبة إن للعرب كما هي بالبحرين للأردن للمملكة العربية السعودية لكل الدول العربية والأشقاء العرب، بغداد ذكريات التاريخ الإبداعي العظيم في تاريخنا، شايف إن زمن الأمويين وإن زمن العباسيين. ولذلك اللي يضرب صواريخ على بغداد كأنه يضرب على قلوبنا هاي الصواريخ. ليش هذول اللي يحكون عن الكفاح والنضال يروحوا يضربوا بغداد ويروحوا يضغطوا على الدول الخليجية ويروحوا يعملوا المشاكل، وباليمن يعملوا الحوثيين ويعملوا المشاكل القائمة هناك؟ ليه؟ ليش يعملوا هذا الكلام؟ هم لما قامت ثورتهم والله إنه الناس انبسطوا فيها والله. وأنا رحت على دول عربية مباشرة بعد ما كنت هناك، وكنا نتحدث معهم إنه راح الشاهن شاه وتطلعاته. يا ريت لو ظل هالشاهن شاه، بعدين صرنا نقول يا ريت لو ظل، لأننا نقدر نحكي معه، نقدر نتفاهم معه، نقدر نقوله هذا صح وهذا غلط. أما هذولا ما أنت شايف بصير هاي الدولة الإسلامية اللي نشوفها صير تحدي للعرب والمسلمين. نعم، يعني فيما يتعلق بالوضع في المنطقة الصالح، كل الأطراف بما فيهما المملكتين الشقيقتين يتفقان على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ما السبيل لهذا السلام من وجهة نظرك؟ شوف، إحنا بطبيعتنا مسالمين. يعني أنت لما تكون موجود بالمنامة نادرا ما تشوف اثنين حاملين خناجر وبدهم يضربوا بعض، وهذا في عمان. وأيضا إحنا اشتركنا في المدارس وفي الجامعات مع الطلبة، ما كان فيها هذا الموضوع. حقيقة في نوع من التسامح، نوع من السلام الداخلي اللي موجود عندنا. أنا رحت كثير على المنامة وتجول وشفت الناس ودخلت بيوت وتغدينا عند أكثر من واحد. دائما حديثنا حقيقة مش والله ضربناهم وسيلنا، كنا دائما نحكي بالثقافة، بالأمور، بالتاريخ، بالعلاقات القديمة، بالإنجازات الحضارية اللي تمت. تري البلد مش بعرضها، مش بعرضها وطولها، مش انه هي عندها آلاف ملايين من الكلمة، بالإنجازات الثقافية والإنجازات الحضارية. وحقيقة البحرين إنجاز حضاري، كلها إنجاز حضاري، كلها إنجاز ثقافي، وكلها إنجاز وطني وإنجاز قومي. يعني إحنا بنشوف لما تصير حرب على مصر، الكل يكون موجود هناك بقلبه ودوافعه وكل شيء. يصير شيء بالجزائر، يصير شيء بالمغرب، بسوريا. ولذلك هاي الدول، هذا الدول اللي حكيت عنه أنا، الوجدان
الوجدان القومي، الوجدان الوطني، الوجدان الإنساني، هذا اللي يتحكم بالمسير. نعم، إذا يعني كمواطن أردني يعني أستاذ صالح، ما الذي تتمناه من هذه الزيارة الكريمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والذي رافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة؟ كمواطن ما هي تمنياتك، تطلعاتك لهذه الزيارة؟ شوف، هم حققوا التمنيات قبل أنا أفكر فيها. محقق التمنيات، والله صدقني انها محققه قبل ما انه احنا نفكر فيها ونصير راهن عليها. عندما يذهب جلاله الملك مع ولي العهد الى المنامه، انا بشعر انه كل شيء بذهنه وبتوجهه تحقق. قبل ان يصل هو بالطياره، وهو بعمان موجود، وكذلك أيضا بالنسبة لأخواننا القيادات العظيمة الموجودة حقيقة بالبحرين. وأحكي لك شيء، كنا نشوفهم حتى قيادات كبيرة بدي أسمي، لما نشوفهم ببلد أوروبي كذا ما نشوف إلا رايحين عليهم، نسلم عليهم، نحكي معهم. وحقيقة أحيانا نحكي بالاقتصاد وبالسياسة وبالثقافة وبالمحاور الموجودة بالمنطقة. فلذلك أنا ما ذهب إليه جلالة الملك ومع اليوم صباحا ومعه ولي العهد، أنا بشعر أنه متحقق قبل أن يتحرك، لأنه واحد رايح عند أهله، رايح عند أخوه، رايح عند إخوانه، ما في شيء راح نتبادل ولا يفتح الله ويرزق الله، مش بيننا. هذه أمور محققة قبل أن يروح، والرحلة هاي راحت واحد يذهب إلى بيت أخوه. انت موجود بالمنامه واخوك ساكن بجنبك بعيد عنك، بدك تروح تتعشى عنده، تقعد عنده، تبحث موضوع يتعلق بقضاياك الاقتصاديه بكذا. هذا حاصل قبل ان يذهب جلاله الملك، ومحقق قبل ان يذهب. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ صالح القلاب من المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه، كل الشكر والتقدير لك سيدي، شكرا جزيلا. إذن أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، كل التمنيات بالنجاح لهذه الزيارة الكريمة، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.